بعرف شلون يفكرون شلون يشتغلون. السيد ما تهمه سائرون او الحرار بقدر ما يهمه الشارع العراقي. فبوصلته من يحددها هو ردود فعل الشارع سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ارتاح عندما تكون ردود ايجابيه ومواقفيه، وبالعكس باعتباره رجل دين وعراقي ووطني. لذلك اداء سائرون هو لا يتلائم مع الكم. ومطالب سائرون التي كانت من حكومة تتقاطع معها كان يبغى أو يريد سماحة السيد. فتقول لي أكو زعل، أنا أعتقد، لكن نقول زعلان أو لا ما عندي علم حقيقي، لكن أنا متأكد طالما أكو عدم رضا شعبي عن سائرون بصورة خاصة والآخرين جميع، فبالتالي أكيد بوصلة السيد هو الشارع. فراح يكون سائرون هذا الكم الكبير حقيقة لم يحقق 10% ما حققت الأحرار التي كانت أقل من ذلك بكثير. مو أنا أقول، يعني الشارع يقول. فلذلك